إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريدة عبر، عدنا إليكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام مركز يعني مركز مستودع الأموات اللي في هذه اللحظات غيتم نقل جثمان الشابة الرجاوية نورا. الى منزل العائله، ومن بعد ذلك سيتم النقل ديالها الى مقبره المحمديه. ان لله وان اليه راجعون. مشاهدينا الكرام، رحم الله الفقيده ويا ربي يرحمها ويا ربي يصبر العائله ديالها. مشاهدينا الكرام، ان كما كتعرفوا يعني كل صراحه حزن وسط العائله، لكل صراحه الكل مصدوم. مالك حجي الله يرحمها يا ربي، اختي الله يرحمها. رحمه الغفران يا ربي، امين. دعوا معاه بالرحمه مشاهدينا الكرام. ان لله وان اليه راجعون. مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريدة عبر، يعني في هذه اللحظات غيتم النقل ديالها. رحم الله المرحومة الشابة نورا اللي راحت ضحية سوء تنظيم بمركب محمد الخامس. رحم الله، الله يصبر عائلتها وجيرانها. جمال الدين، قلت شي واحد الكلام انا نقدر انا نجاوبك واخا ما كنبغيش نجاوب في الصباح في التعاليق. المراه ما كان وافي منزل وليس في الملعب، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ربي يرحمها. خويا جمال الدين، بالنسبه للتيران ديال كلشي، ماشي ديال المراه ولا ديال الراجل ولا هادي، الراجل ديال كلشي كما كنقولوا، واي فرقه ديال كلشي، راه ماشي ديال الراجل ولا ديال المراه، غير باش تكون في بالك وصافي. اذا مشاهدينا الكرام، كما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات غيتم نقل جثمان ديال الشابه نورا الى متواها الاخير، تعزينا حارة العائله ديالها الصغيره والكبيره. مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريدة عبر، الله يصبر العائله ديالها والام ديالها والاخت ديالها، لان بكل صراحه الان كنلاحظوا ان الوسط العائلي ديالهم يعني حزن كبير جدا. مشاهدينا الكرام، الكل مصدوم، كل شيء مصدوم، لان هذا الشيء ديجا عشتو. انا خصوصا كندوي على راسي، انا ديجا عشت في حاله الشيء يعني ديال الوفاه ديال التيران. يعني شوف لي واحد الصديق ديالي وسط الملعب رحمه الله، هو اشرف رحمه الله، اللي كان السبت الاسود، الله يرحمه والله يرحم الاخت رجاء، وكذلك تعزينا حاره العائله ديال الكبيره والصغيره. يعني فاش كيموت الصديقه ديالك كما كتشوفوا، كذلك حتى هي مصدومه لانها كانت معاها في الملعب، وهذا الاحساس ديال الصديقه ديالها ديجا عشت نفس الاحساس، لان رحم الله السبت الاسود اللي كان مباراه الرجاء البيضاوي وشباب الحسيمه، اللي كان عيد ميلاد ديال فريق الرجاء البيضاوي، كان توفاق امام اعين ديالي والقرب ديالي. يعني لا اله الا الله، الله يرحمه والله يرحم الشابه الرجاويه نورا. دعوا معها بالرحمه مشاهدينا الكرام. خويا ماشي وقت الهضره، هذا كيف راح الوداد المغرب ولا حشمو اخويا واحد شويه، حشم على راسك شويه. لا اله الا الله، حتى مسؤول ما كاين، حتى مسؤول مات على فرقه ديال الرجاء، ما كاين حتى شي مسؤول ديال الرجاء، شي واحد ديال الرجاء، ولو غير كار ديال الرجاء يجي ينقل الناس، لا حول ولا قوه الا بالله. على هذا الفريق ديال الرجاء البيضاوي ما فهمناش حنا، هاد المكتب ديالو راه ما فهمناش حنا، حتى الان باقي ما فهمناش، لانه بكل صراحه شابه ماتت في الملعب، يعني محيط ديال مركب محمد الخامس،
وخرج بلاغ، خرج يعني تعزية من طرف مكتب مديري لفريق رجاء البيضاوي، كنلاحظوا انه العائلة يعني كاينين غير بوحدهم، ما كاين حتى شي مسؤول ديال الرجاء هنايا، وحدين بعدا شي وحدين كيبقاو يدويو بزاف، هما غير مصورين وكيبقاو يدويو على الرجاء، وهادي الله يهديهم. وي 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 بغيو شاي اجو 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 الاخوان، اجو هنا الاخوان، الله يرحم الوليد، ما احترموا الروح عزيزة عند الله الاخوان، احترموا الجنازة، الله يرحمها في هذا النار. مشاهدينا الكرام، اسماعيل خويا ماشي سوء تنظيم، بنادم جايب له ورقه وباغي يدخل الصحه. خويا غير باش نشرح لك ان اليوم امس راه خارج اكثر من 20000 تذكره نورمالمون سادين الزون 6، كنعرفوا ان يعني لا حول ولا قوه الا بالله، واش انت مخرج يعني 17000، يعني عندك 17000 ديال لي كارت، الناس اللي عندهم لي كارت وغتمشي غتخرج يعني اكثر من الطاقه الاستيعابيه دونك هز 39.665 يعني مقعد. انت غتمشي غتخرج مثلا عندك 17000، غتمشي غتخرج 20000 ولا 30000. وحنا دابا كندويو على واحد الموضوع اللي هو حتى واحد حتى منخرط، نقدر ندوي على المنخرطين انا، حتى منخرط ما شفناه الان في الجنازه ديال هاد الشابه هادي، يعني حنا كنشوفوها الان في لامور، نتوما عارفين انها كاينه في لامور، احنا دابا كنشوفوا ولو ولو يعني ولو شخص من مكتب مديري الفريق الرجاء البيضاوي حضر. هذا هو الامر اللي غندويو عليه الان، ولن نعود في الموضوع لانه موضوع اللي خاصنا نتكلموا عليه، يعني في هذه اللحظات غيتم النقل ديال جثمان الشابه نورا الى مشواها الاخير رحمها الله، انا لله وانا اليه راجعون. مشاهدينا الكرام الله يرحمها ويجعل مشواها الجنه. مشاهدينا الكرام، مشاهدين زيد شعبي الله يرحمها في هذا النار، وهذا ميساج للمكتب ديال فريق الرجاء البيضاوي، يعني ولو غير كون حضرتو غير شواسي والعائله ديالها، ما بقاتش في بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي، بقات فاش نتوما يعني ما جيتوش حضرتو كمكتب مديري، ما بقاتش تلوح بلاغ وتقول لهم تعزيه وهادي، جي حضر، هذا هو الامر المهم. انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمها في هذا النهار، الله يرحمها والله يرحمها الشابه نورا اللي راحت ضحيه يعني سوء تنظيم بمركب محمد الخامس من طرف الشركه الوصيه، وكذلك من طرف النادي اللي كذلك حتى هو بدوره لي غير بقى كيبقى كيعطي لي زانفيتاسيون، غنبقاو ندويو حنا في هذا الموضوع بزاف، لانه ما بقاش انت بنادم كيقطع واقب من الدم، انت كتمشي تعطي انفيتاسيون الفنان ولا شي شخص اللي كتمشي كتلحس به نتايا كشخص، حنا ما كنقصبو حتى شي واحد، حنا كندويو على الامور لاننا ضربتنا النفس على هذه القضيه ديال وفاه الشابه، وكنلاحظوا ان حتى واحد من المكتب المديري ما حضر مره اخرى، يعني حتى واحد من المكتب ديال فريق الرجاء البيضاوي ما حضر مستودع الاموات غير باش يأزر يعني غير يخفف على العائله ديالهم، لا حول ولا قوه الا بالله. ما بقاش تلوح بلاغ ولا تعزيه في الصفحه الرسميه للفرقه وتقول في الاخر احنا قدمنا التعازي الحاره، اجي حضر اخويا، هذا هو الامر المهم، يعني كما كتشوفوا العائله كامله مصدومه، والله اخويا هاد المكتب المديري الحالي راه كارثة بكل صراحة، يعني مسكينة كتوجد الدرية العرس ديالها في شهر 5، لا حول ولا قوة الا بالله، الله يعجز اللسان عن التعبير، اقسم بالله، لأن فاش كتشوف مثل هاد المناظر اللي هي منكر كما كنقولوا، لا حول ولا قوة الا بالله. حنا عطينا يعني كما كنقولوا عطينا واحد يعني واحد ولو التفاته صغيره من المكتب المديري للعائله ديالها، غير يحضروا معاهم المراسم الدفن، واختي مالك راه كاملين بقات فينا والله اختي، انا مازال شابه يلا كتوجد العرس ديالها،
الدرية مخطوبة حال الحالة ديال الخطيب ديالها راه حالة يرثى لها بكل صراحة. الدرية يلا كتوجد العرس ديالها في شهر 5، الله يرحمها في هاد النار، الله يرحمها مسكينة. هذا هو الأمر. أنا شحال من واحد كان مصاب في مركب محمد الخامس، خاص شي حل جذري لهذا الامر. هذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريده تعبير، والله راه خاص شي حل جذري لهذه القضيه ديال يعني تنظيم ديال مركب محمد الخامس، خصوصا مركب محمد الخامس حيت هذا الشيء ما كنشوفوش دابا، ما بقاش. حنا كنا كنخافوا من مدينه الرباط، مدينه اكادير، مدينه مراكش، هذا الشيء ما بقيناش كنشوفوه في دوك المدن، ولينا كنشوفوه غير في كازا. علاش كنشوفوا هذا الشيء في كازا؟ راه كل شيء مسلم، هذا الشيء خاصكم تعرفوا. انا يا مسكينه مشات البارح لابسه الخضر راجع لدارها مكفن، لا حول ولا قوه الا بالله. بكل صراحه هذا الامر هذا اللي تكلمت فيه مرارا وتكرارا، وقبل 4 ايام من مباراه الرجاء البيضاوي والاهلي المصري كنت نشرت انا خصوصا انا على حسابي الخاص في فيسبوك على حول هذا الموضوع ديال سوء التنظيم، وكنت كنقول غتقدر توقع الكارثه في هذه المباراه، وكلامي رجعت ليه لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله الشابة نورة ضحية سوء تنظيم مركب محمد الخامس من طرف الشركة الوصية بتنظيم تظاهرات مركب محمد الخامس. لا حول ولا قوة إلا بالله مشاهدينا الكرام، دعوا معها بالرحمة، دعوا معها بالرحمة، لأن الدرية راه تخنق. كنقول لكم الدرية راه تزيرات، واش الزحام بنادم هي مقطعة ورقتها مسكينة ومشاكل. راه صحفيين لقاو مشكل يوم أمس بالولوج الملعب، يعني اللي كنقولوا انه عندهم باج وهادي لقاو مشكل في الولوج الملعب. مع الاسف، مع الاسف مره اخرى كنعاود نكررها، ولو التفاته صغيره من مكتب مديري واللاعبين كاع يجيو يحضروا غير عند العائله ديالي، يعني يجيو يحضروا يعزيو العائله ديالها. العائله ماشي كنقول لكم نشر بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي ليست كانك حاضر لجنازه هاد الشابه. راه كاملين اخر تناموت، كاملين غنطلعوا في هاد السياره غير باش تعرفوا. لا حول ولا قوه الا بالله، تعازينا الحاره للعائله ديال هاد الشابه والاسره ديالها والام ديالها والاخت ديالها والاب ديالها والخطيب ديالها مسكين اللي الان الحاله ديالو يرثى لها كما سبق لي ذكرت لكم، لانه كما كتعرفوا انك شابه شهر 5 معولين غيتزوجوا، فاذا بها مسكينه كتلقاها دابا راجعه لكفن لدارهم امبارح خدم هذا بتوني خضر الان راجع في كفن. راه بكل صراحه انا ما راه قلت لكم انا ديجا عايش في حال هذا الامر هذا مع اشرف رحمه الله اللي كان مات يوم السبت الاسود مباراه الرجاء البيضاوي وحسيمه شباب حسيمه، كنا شفنا هذا المشكل هذا ونفس هذا الامر. سبحان الله انا ما نكذبش عليكم، انا راه دابا كندوي ويعجز اللسان على الكلام لانني عشت نفس السيناريو، نفس هذا السيناريو اللي كتشوفوا الان. يعني الان الصديق يعني صديق ديالك كان حداك في التيران، واحد شويه كتشوفوا انه طاح حداك دم على راسو. لا اله الا الله مشاهدينا الكرام، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها يا ربي. هذا الشيء اللي كنقولوا الله يرحمها. خويا المشكل اللي كنقول لك راه مره اخرى راه ماشي مشكل ديال السكان، غندوي على مثلا التداكيل اللي مسكانين، حيت حنا فين ما كتوقع شي كارثه كنبداو نطفيو بحاجه اخرى. خويا المشكل هو سوء تنظيم، واش انت سد الباب مع الثلاثه؟ واشنو ندو شويه نكونوا منطقيين وندو شويه، واش سد الباب مع الثلاثه؟ ثلاثه ونص انا كنعرف واحد الحاجه كنتي غتسد الباب راه غتسدو تل تبقى واحد الساعتين الماتش. حنا نقولوا ان التيران عمر، التيران عمر غتقدر تبلغ رجال الامن، رجال الامن ساكن تا هما اللي مصابين اللي شناو في مستشفى مولاي يوسف وبن رشد، اكثر من 15 ولا 20 بوليسي جاي كامل مضروب دميات. لا اله الا الله مشاهدينا الكرام، المشكل الاول والاخير اللي كنحملوه المسؤوليه هو المكتب المديري لفريق الرجاء البيضاوي اللي كيخرج لي زانفيتاسيون اكثر من الطاقه استيعابيه. يعني واش انت كتعرف واحد كتعطي انفيتاسيون؟ راه بنادم كيجي كيقطع ورقته، كيقطع ب 50 درهم، كيقطع ب 100 درهم،
كيقطع زون 1 كيقطعوا بواحد 500 درهم. انا كنحاول نقول لهم مره اخرى انا غنقولها بدون لغه خشب، كونوا شمرقوا على رعاراتكم. راه فريق الرجاء البيضاوي هو فريق كبير، فريق الام يعني، فريق يعني فريق هز كبير وصغير والطبقه يعني الطبقه الفقيره وكل حاجه. وما كنفهمش انا والو في هذا المكتب المديري الان، والله ما فهمت شي حاجه. لا اله الا الله، الله يرحمها والله يرحم يعني العائله ديالها. هذا الشيء اللي كنقول مره اخرى. كيدير با؟ الله يحفظك. الله يطول لك عمرك. كيدير با؟ بخير لاباس با شادي؟ الله يحفظك. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، انا خويا سمحان كلامك صحيح جدا خويا. احنا كنجيو في اللوجيك. احنا واحد مشى يفرق مشي يشجع فرقته، راه هو الجزاء ديالو. واش يعني هادشي اللي ولينا كنشوفو كيدير لنا خاطر؟ انا ما نكذبش عليكم، حيت فاش كتكون عايش مثل هادشي راه مشكل كبير مشاهدينا الكرام. والله الا مشكل كبير بزاف، اقسم بالله العلي العظيم، مشكل اللي بكل صراحه مشكل اللي غنقدر نقول لكم واحد الحاجه. يعني كتكون واحد الشابه باغا مسكينه غير باغا تضحك وتفرح، غادا تيران مشات مسكينه لمصر خسرات فلوس على قبل الراجه، ماشي بحال شي وحدين اللي كيمشيو كيبداو بلا ما نبقاو نجبدوا شي حاجه اللي غنجبدوا كما كنقولوا قاع الخابي ديال الفرقه. يعني ما كما كنقولوا مسكينه مشات خسرات فلوسها في القاهره، مسكينه راه مشات خسرات فلوسها في القاهره. عندو شويه نكونوا منطقيين شويه مشاهدينا الكرام، راه هادشي اللي ولينا كنشوفوا في مركب محمد الخامس. راه انا مني انا وجبد، انا مابقيتش كنحمل مشي تيران. انا قبل ما نقرا الصحافه ونقدر نقول لكم عاوتاني، قبل ما نقرا الصحافه وقبل ما ندخل لعالم الاعلام والصحافه، كنا كنمشيو للتيران كنشجعوا. يعني كانت كما كنقولوا سن المراهقه كنا كنمشيو نشجعوا الفرقه، هادي انتماء ديالنا، كنمشيو نعبروا عن انتماء ديالنا. ولكن اخويا راه من بعد ما ولينا كنشوفوا شي حوايج اللي كيوقعوا، ما كنقول لكم والله ما لا حول ولا قوه الا بالله. رجاوي كازابلانكا خويا الناس جايين بلا ورقه بغان يدخلوا التيران. خويا غير باش نقول لك واحد الحاجه، راه كما سبقت لك ذكرت لك انا سوء التنظيم هو اللي كان السبب اول والاخير في وفاه ديال الشابه نورا، اللي هو بكل صراحه يعني يجب فتح التحقيق في هذه القضيه ديال الوفاه ديال الشابه نورا. يعني كما كنقولوا راه نقولوا مثلا تشدوا شي وحدين، ولكن دوك الناس راه باش نقربكم من الصوره، دوك الناس راه كي 70% ما داير والو، يعني 70% ما داير والو، 30% دايرين. هذا هو الامر اللي خاص بنادم يعرفو ويفهمو ويدخلو لراسو، لان كما كنقولوا المشكل ديال التنظيم وهذا الشيء راه مكلفه به الشركه الوصيه على هذا الشيء، مكلف اللي على راسهم ديال السيده العمده ديال مدينه الدار البيضاء. المشكل كذلك كما سبق لي ذكر الزميل ديالي دابا سمعتو قالها، هو المشكل ديال يعني التذاكر المزوره. هذا الشيء راه خاص السلطات يوضعوا لي حد، هذا المشكل ديال التذاكر المزوره يوضعوا لي حل، لان هذا الشيء لا حول ولا قوه الا بالله. شي باش ما نكذبش عليكم مشاهدينا الكرام وبدون لغه خشب، راه هذا الشيء لبقينا هكا والله يتحبس هذا الجمهور من المركبات كاملين. يعني رجعوا لذاك الشيء ديال 09-09 القانون 09-09 اللي الاكثريه ديال الاخوان ما غيعرفوه. خويا جيدان ليفت غير الحماقه اللي باغي يمشي للتيران. خويا غير باش نقول لك واحد الحاجه، الملعب يعني مركب محمد الخامس ولا اي مركب في المغرب، راه كاين يعني كاين بعض الجماهير اللي عندهم شغف، عندهم حب ديال الفريق ديالهم، يعني الفريق ديالهم كيفرحهم كيفرحهم وشحال من حاجه.
It's sick. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهدينا الكرام، مشاهدين جريدة عبير، الله يرحم هاد الشابة باش نكذبش عليكم، لأن هاد الأمر هذا كيضر في الخاطر، ما نكذبش عليكم، لأن شابة يعني كتوجد يعني باغا تزوج، يعني شهر خمسة كان عندها العرس، هادشي راه كيضر في الخاطر، ما نكذبش عليكم. سوء التنظيم خويا، اش بان لك في هاد القضية؟ سوء التنظيم. انا راه ما نكذبش عليك 20 دقيقة وانا كندوي، لأن هادشي اللي وليت كنشوفو. بالله عليك، مني ملعب تذاكر كيتسكاناو، ما كاينش واحد المراقبة في الباب، تيكيتا مسكانية كيدخل بها واحد ويدخلوا بها جوج ثلاثة، نفس السيري كيدخلوا به. المقاعد المحدودة، الناس التنظيم الأوروبي، حنا نقولوا مثلا كاين 39,000 وفاصيلة 656 مقعد في مركب محمد الخامس، واش هادشي غنبقاو حنا نعيشوه ديما؟ هاد الفريق، أنا نقول لك واحد الحاجة، أنا الآن كنحمل المسؤولية، ما نكذبش عليك، الوفاة ديال هاد الشابة، راه كتحمل للشركة الوصية على التنظيم وكذلك على المكونات الفريق، لأن علاش؟ أنت عندك 17,000، كما كنعاود نكرر، عندك 17,000 شخص اللي مصيب لي كارت، مصيب لي كارت باش يدخل شي ناس. هادشي كاينين اشتراكات، يعني ملي كيكون عندك اشتراكات. واش انت مخرج انفيتاسيون؟ نعاود نقول واحد الهضره اخرى، انت مخرج انفيتاسيون باش تعطيها لواحد كتعرفو، صديق ديالك ولا هادي ولا هادي، راه مشكل كبير هذا. صراحة هادشي كيضر في الخاطر بزاف، يعني ملي ولي كتشوف شابة في مقتبل العمر كتوجد العرس ديالها في شهر خمسة، الخطيب ديالها أنين عنده واحد الصدمة، ما قدرش يدوي، ما قدرش يتكلم. وبعدا واحد الحاجة غنزيد نشير لها، هادوك اللي كيركبوا على الموجة، بحال هذاك الكونت اللي دايرين اللي كيركب على الموجة، اتقى الله راه كاين الموت. غير باش تعرفوا مشاهدينا الكرام، الناس اللي ما عارفينش هذه القضية ديال فوكونت، أن هاد الشابة بعد الوفاة ديالها ناض هاد الأشخاص اللي ما عارفينوش حنا شكون، على موقع انستغرام دار حساب يعني فيه سميتها وكنيتها ودار الصور ديالها، لا حول ولا قوة الا بالله. هاد الناس ما كيمرقوش، ما نكذبش، هادوك المسترزقون يعني دابا غيطلع ليه الكونت 1000 في ظرف 15 ساعة، يعني كنشوف، ما نكذبش عليكم والله، هادشي راه يعجز اللسان على التعبير، لان هادشي راه كيضر في الخاطر، وهادشي راه كيضر في النفس، وحنا كضربنا النفس على قبل هادشي اللي كنشوفو الان، والكره المغربيه اللي الان كنشوفو، يعني الناس يعني كانت غاده في واحد الشكل ولات غاده في شكل اخر، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم في بث مباشر جديد ان شاء الله، الى اللقاء.